بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أعقاب المسالك إلى مذهب الإمام مالك بالأدلة لسيدي أحمد رضي الله تعالى عنه. وما زلنا في شرط من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. وقد وقفنا عند قول الشيخ وجهتها لغيره اجتهادا إن أمكن وإلا قلد، ولا يقلد مجتهد وإن أعمى إلا محرابا لمصر، وقلد غيره عارفا أو محرابا مطلقا. فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير وبطلت إن خالف. يعني أن المجتهد أو المقلد إن خالف الجهة التي أداه اجتهاده إليها، أو خالف أمر العارف بها بالقبلة وصلى لغيره بطلت إيه؟ الصلاة. لأنه في بعض الناس مثلا واحد يقول له القبلة كده، يقول له لا هي كده، ويصلي بالمخالفة كما يقولون. فهنا لا تجوز المخالفة ما دام سألت غيره وكان عارفا بجهة الكعبة، يبقى لابد أن تصلي على الجهة التي أمرك بها. لأنه بطل إن خالف الجهة التي أداه اجتهاده إليها أو أمره العارف بها وصلى لغيرها عمدا وأعاد وجوبا. قال إيه؟ حتى ولو صادف القبلة في الجهة التي خالف إليها. يعني ما دام الإنسان اجتهد يبقى يصلي على الجهة التي أداه الاجتهاد إليها، لأنه عمل ما في وسعه. فاتقوا الله ما استطعتم. يعني اجتهد أن القبلة جهة الشمال فصلى جهة الشرق أو الغرب بطلت صلاته، أو سأل عارفا فقال له القبلة هكذا فصلى هكذا، قال بطلت صلاته. حتى ولو صادف الصواب، لأنه هو صلى بالمجازفة والمخالفة، لكن هو المفروض يصلي للجهة التي أداه الاجتهاد إليها أو أمره العارف بالقبلة أن يصلي إلى هذه الجهة. فلو خالف بطلت صلاته ولو صادف الصواب، لأن هذا هو الأصل. قال وإن تبين خطأ بصلاة قطع بصير منحرف كثيرا واستقبل غيره أو بعدها أعاد الأول بوقت كالناس. وإن تبين خطأ على سبيل اليقين أو الظن وهو يصلي قطع صلاته، يعني هو يصلي مثلا فطلعت الشمس كان في غيب فهو اجتهد وبدأ يصلي، فلما طلعت الشمس عرف أنه منحرف عن القبلة، القبلة جهة الجنوب وهو يصلي جهة الغرب أو الشرق، يبقى الصلاة كده إيه؟ باطلة، يقطع ويتحول إلى القبلة ويصلي. لكن لو الانحراف يسير، ساعات واحد يخش المسجد وتلاقيه منحرف، يعني ايه القبلة اهي، تلاقيه هو عامل كده جهة اليسار قليلا او جهة اليمين قليلا، فده تقدر بس. اه
الانحراف اليسير لا يبطل الايه؟ الصلاة. لكن لو واحد مثلا بصير، واحيانا في بعض المساجد ما فيهاش انحراف زي كده، زي مساجد الجمعية الشرعية ما بيعملوش انحراف، تلاقي الأربع جهات زي بعض. فلقيت واحد أنت بيصلي جهة الشرق أو الغرب أو عكس القبلة، يبقى تعمله إيه؟ ما تحولوش، تقول له إيه؟ اقطع الصلاة واستأنف الصلاة مرة أخرى. ما ينفعش يتحول. لكن لو لقيته منحرف انحراف يسير يقدم. لكن الانحراف اليسير لا يبطل الصلاة. لكن الأعمى دخل المسجد ومتعود على القبلة، لكن المرة دي أخطأ ووقف جهة الشرق أو الغرب، الأعمى ما يقطعش الصلاة. خلي بالك الفرق بين البصير والأعمى في استقبال القبلة. فالبصير المنحرف يسيرا يعدل، والمنحرف كثيرا يقطع، الأعمى لا يقطع سواء كان منحرف قليلا أو كثيرا. والكثير يعني يصلي جهة الشرق أو الإيه؟ أو الغرب. هذا الفرق بين الأعمى والبصير. يعني هو يعني الأفضل إن الإنسان يقطع الصلاة ما دام هي باطلة. يعني باطلة يبقى يقطع من غير سلام، لأنها غير منعقدة. اللي بيصلي جهة الشرق أو الغرب غير منعقدة، ما يقطعهاش بسلام. لكن المستقبل يكون فيه خلل آخر غير الاستقبال، يبقى يعني مثلا زي اللي أقيمت عليه الصلاة وهو في أول ركعة، يبقى ده يسلم يقول السلام عليكم. لأن هو إيه اللي خلاها قطع؟ إقامة الإيه؟ الصلاة. لأن الصلاة هنا منعقدة، الصلاة منعقدة وصحيحة، فيأخذ منها بسلام. ولذلك الشيخ قال ايه؟ وان تبين خطا يقينا او ظنا في الصلاه، يعني قطع صلاته ولا يكفي تحويله لجهه القبله، واستقبل القبله بان يتحول اليها غيره وهو الاعمى مطلقا. الاعمى يتحول الى القبله سواء كان مشرقا او ايه مغربا. والبصير المنحرف يسيرا برضو يتحول ولا يقطع. او ان تبين خطا بعدها بعد الصلاه اعاد الاول وهو البصير المنحرف كثيرا بوقت ضروري. يعني واحد صلى جهة الشرق أو الغرب وأتم الصلاة، ثم تبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير إيه؟ إلى غير القبلة. يبقى هيعيد ما دام الوقت موجودا. يعيد ما دام الوقت موجودا. زي إيه؟ اللي صلى بالنجاسة يعيد إيه؟ في الوقت. دايما الإعادة في الوقت قلنا حكمها إيه؟ ليست واجبة. الإعادة في الوقت دايما تبقى على سبيل الند. لكن لما يقول يعيد أبدا يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. يبقى الذي صلى إلى غير القبلة ولم يدري إلا بعد الصلاة، يبقى إذا كان الوقت باقي يبقى يعيد الصلاة. الوقت انتهى، أذن المغرب وصلى الظهر أو العصر، وما لا يعيد خلاص.
وأما المنحرف يسير والأعمى مطلقا فلا إعادة عليه. يعني لو واحد انحرف يسيرا يعني مال إلى اليمين أو اليسار وصلى وأتم الصلاة لا يعيد، والأعمى لو صلى إلى غير القبلة وأتم الصلاة لا يعيد. قال فلا إعادة عليه كالناس، أي للجهة التي أداه اجتهاده إليها أو التي دله العارف عليها، والمقلب يعيد في الوقت على المشهور، وقيل يعيد أبدا. يعني زي الناس هو اجتهد لكن نسي الجهة التي أداه الاجتهاد إليها، أو واحد عارف قال القبلة هكذا ثم نسي كلام العارف، نسي الجهة فصلى إلى جهة أخرى أيضا لا يعيد. قال وأما ناسي وجوب الاستقبال فإنه يعيد أبدا كما تقدم في أول الكلام، اللي هو إيه يعني واحد مثلا دخل في الإسلام جديد ما يعرفش إنه يجب استقبال الكلام فاختار جهة وصلى إليه، يبقى ده إيه صلاته باطلة، لأنه ده جاهل والجاهل كالعابد، الجاهل كالعابد. وبعضهم أجرى الخلاف حتى في ناس الوجوب، قال انه يعني يعيد في الوقت ولا يعيد بعد خروج الوقت، قالوا عليه فيقيد وجوب الاستقبال للذكر والأمن والقدرة، وجوب الاستقبال يقيد بناء على هذا القول يعني يقيد بالذكر الناس لا إعادة عليه، والأمن يبقى الخائف يصلي جهة القبلة جهة الإيه؟ جهة العدو أو السبع، والقادر فالعاجز طبعا عن التحول إلى القبلة يستطيع عنه الاستقبال. ثم قال حكم الصلاة طبعا في إيه؟ فوق الكعبة وداخل الكعبة، يقول وجاز نفل غير مؤكد فيها وفي الحجر لأي جهة، وكره المؤكد ومنع الفرض وأعاده بوقته وبطل على ظهرها كالمؤكد. وجاز نفل غير مؤكد ومنه الرواتب كأربع قبل الظهر والضحى والشفع فيها، أي في داخل الكعبة، النوافل داخل الكعبة جائزة لكن غير مؤكدة، يعني مثلا زي صلاة الوتر أو صلاة الاستسقاء أو صلاة خسوف الشمس. وجاز نفل غير مؤكد فيها أي الكعبة وفي الحجر الحجر إسماعيل لأي جهة، بالنسبة لداخل الكعبة مش لداخل الحجر، لا اللي داخل الحجر لازم يكون مقابل الكعبة، لكن لو واحد دخل الكعبة يبقى يصلي إلى أي جهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل هو وسيدنا بلال وسيدنا أسامة بن زيد، دخلوا الكعبة وصلوا داخلها، صلى صلى الله عليه وسلم بين العمودين وكان ظهره إلى الباب
كان ظهره إلى الباب. لكن احنا قلنا انه العلماء قالوا انه الحجر طوله حوالي 8 امتار ونصف، فمنه 6 أذرع اللي هم حوالي 3.5 متر من الكعبة، 3.5 متر، والخمسة الباقية ليست من البيت. فهنا الذي يصلي في الحجر لابد أن يتجه إلى الكعبة، لكن في قول لو اتجه هكذا أو هكذا صح، لأنه من البيت، لهم 6 أذرع دول من البيت، إذا من البيت لو صلى لأي جهة فصلاته صحيحة. لأنه طبعا الاستقبال ليس للحجارة وإنما لهواء الكعبة، ولذلك الصلاة مثلا في الأدوار العليا مثلا في مكة صحيح، رغم أنها غير مستقبلة للبناء، البناء ارتفاع الكعبة حوالي 11 متر. يبقى إذا المساكن مثلا في الدور العاشر أو العشرين أو الستين في وقت مستقبل هواء الكعبة، فالكعبة إلى السماء، الكعبة إلى السماء. لكن لو واحد نزل تحت الكعبة ما ينفعش الصلاة تحت الكعبة، لأنه كده مش مستقبل مش مستقبل حاجة. شوف الفرق، يعني يصلي في الأدوار العليا ومستقبل هواء الكعبة، هواء المسامت للكعبة. وطبعا من أشراط الساعة أن الكعبة تنقض حجرا حجرا ولا تبقى إلا البقعة، تنقض الكعبة على يد الأحباش كما ورد في الصحيحين. فالاستقبال هنا يكون لهواء هواء البيت، ولا تسقط الصلاة، خراب الكعبة على يد الأحباش وأنها تنقض حجرا حجرا ولا تبقى إلا البقعة من أشراط الساعة. الأنفال في المسجد الحرام من برضه البدروم بيبقى الإنسان شايف الكعبة، لو أنت بصيت البدروم مش تحت الكعبة، لا هو يعني حوالي حتى إن كان يعني، لكن هو تلاقي نفسك اللي فوق مستقبل الكعبة، أنت شايف. لكن لو واحد نزل تحتيها ما ينفعش. فالنفل كصلاة التهجد وصلاة الضحى ونوافل الرواتب تجوز داخل الكعبة، وكره المؤكد كالعيدين والخسوف والاستسقاء والوتر وكركعتي الفجر بناء على انهما سنة مؤكدة، وركعتي الطواف على الراجح. وقيل يمنع المؤكد وما مشى عليه الشيخ ضعيفين. يبقى إذا النفل المطلق جائز والمؤكد داخل الكعبة مكروه، لكنه صحيح. أما الفرض ومنع الفرض فيها، لا يجوز صلاة الفرض داخل الكعبة.
ولا يجوز في الحجر كذلك. وإن وقع ولو عمدا أعاده لوقت ضروري. وقيل يعيد العامد أبدا، يعني صلاة الفرض داخل الكعبة إعادتها فيها قولان، وطبعا لا يجوز صلاة الفرض فيها، لكن لو صلى فيها في قول إنه يعيد في الوقت وقول يعيد أبدا، فبناء على أنها باطلة يعيد أبدا، بناء على أنها صحيحة مع الكرام يعيد في الوقت. وبطل الفرض على ظهرها. ليه باطل؟ ليه؟ قال لأنه لم يستقبل شيئا، أما يبقى واقف فوق الكعبة يبقى مستقبل إيه؟ إما المشرق إما المغرب إما الشمال إما الجنوب، لكن غير جهة الكعبة، لأن الواجب استقبال البناء نفسه، لكن لو وقف فوق البناء ما كان مستقبلا شيئا. بل كان مؤكد، فلا يكفي استقبال الهواء لجهة السماء. وعلى هذا فلا يجوز النفل أيضا، حتى النفل جاء فوق الكعبة لا يجوز. وقيل لا بأس به، وفيه نظر طبعا، لأنه هو فوق الكعبة غير متجه لأي شيء. قال: وجاز لمسافر سفر قصر تنفل، وإن بوتر صوب سفره، إن ركب دابة وإن بمحمل، يومئ بسجوده للأرض لا سفينة فيستقبل ودار معها إن أمكن. المسافر سفر قصر لا أقل له أن يتنفل، وإن تنفل بوتر فأولى غيره صوب أي جهة سفره، إن ركب دابة على ظهره، بل وإن بمحمل ما يركب فيه من محفة وشغف ونحوه مما يجلس فيه ويصلي متربعا. فلجواز النفل جهة السفر شروط: أن يكون السفر سفر قصر، يعني لو واحد مسافر إلى أسيوط ما يجوز أن يتنفل في السيارة جهة السفر، لابد أن يتجاوز 80 كيلو. وأن يكون راكبا لا ماشيا ولا جالسا، يعني لو نازل استراحة ويريد أن يصلي الضحى مثلا يبقى لابد أن يصلي على القبلة. وأن يكون راكب دابة من حمار أو بغل أو فرس أو بعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا أنس وسيدنا عبد الله بن عمر كان يصلي النافلة على الدابة حيثما توجهت به صلى الله عليه وسلم. قال لو راكب سفينة، قال السفينة لابد أن يقوم ويقعد فيها، أو كان راكبا رجلا لا يجوز له أن يصلي، يعني واحد شايل واحد ماشي به في السفر لا يجوز أن يصلي وهو على ظهر رجل، ليه؟ لأن الصلاة طبعا بتؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كان يركب الحمار أو البغل أو الفرس أو البعير. قالوا: أن يكون ركوبه على المعتاد، ركوب الدابة، لا مقلوبا أو جاعل رجليه من جهة واحدة،
لجنب واحد. قال وأخذ من قوله سفر قصر أنه لابد أن يكون مأزونا فيه شرعا، فالعاصي بسفره لا يصلي على الدابة صلاة النافلة، لأن دي رخصة طبعا من أجل التيسير، والعاصي لا ييسر له أمر العبادة. فهيدخل طبعا يعني هو هنا السيارة لا يمكن الركوع والسجود فيها، لكن القطار يأخذ حكم السفينة، لا بد من الركوع والسجود فيه. لكن على رأي غير المالكية تجوز طبعا الصلاة، لا فرق بين السفينة، لا فرق بين القطار والسيارة والحمار والبغل والبعير. لكن احنا عندنا أن الرخصة مقصورة على ما ورد فيها، ولذلك أشار لكيفية صلاة النفل في سفر القصر على الدابة بقوله يومئ بعد أن يركع بسجوده للأرض ولا يسجد على قربوس السرج ولا على القتل، ويحسر أمامته كما قال النخلي. يعني لو واحد يقف إما على جهة على الجبهة، إذا كان بيصلي بالإيمان برضو يفترض أنه على الأرض فيكشف إيه الجبهة لازم. قال ولا يشترط طهارة الأرض وكذلك طهارة الدابة، فالحمار نفسه نجس لا يشترط هذا يعني. وهذا إذا لم يمكنه السجود على نحو مصطح ومحفة، يعني لو في مكان يسجد عليه يسجد، وإلا صلى متربعا بركوع وسجود. يعني أحيانا كانوا يعملوا المحمل يسموها المحفة كده الهودج، يوضع على البعير مربع كده ممكن واحد يجلس فيه، يعملوه خشب، فده ممكن عادي يصلي وهو جالس ويركع وهو جالس ويسجد على المحمل نفسه، لأنه يعني هو يعتبر إيه أوضة صغيرة وهو جالس فيها، يبقى يركع وهو جالس ويسجد على سطح المحمل. قال فإن انحرف لغير جهة سفره عامدا بلا ضرورة بطل نفله إلا لجهة القبلة لأنها أصل، يعني المفروض السيارة أو الدابة تكون جهة السفر، فلو انحرفت دي إلى غير القبلة بطلت الصلاة، لكن لو انحرفت القبلة لا تبطل الصلاة لأنها الأصل، يعني هو ماشي جهة الشرق، فانحرفت ناحية القبلة الصلاة صحيحة، انحرفت عند منه يعني ضربها مثلا ذهبت إلى جهة الغرب بطلت الصلاة، لأن هو قبلته جهة السفر، يبقى المفروض ما ينحرفش عنها إلا إذا انحرف ناحية القبلة. وجاز له أن يصلي وهو يصلي أن يعمل ما لا بد منه من رقد الدابة أو إمساك عمامها لتقف وسوقها بصوت ونحو، يعني يضربها توقف، لكن لا يتكلم وهو يصلي. البلد ده كله في النافلة، لأنه يعني في بعض الناس يصلي الفرائض في السيارة أو القطار
جهة السفر. هذه صلاة باطلة بإجماع العلماء، لأن حتى سيدنا أنس وسيدنا عبد الله بن عمر قالوا فإن كان الفرض نزل صلى الله عليه وسلم على الأرض وصلى جهة القبلة. لكن الناس طبعا لما بيقروا في الكتب أول ما يلاقي الحديث طبعا مش واخد باله، يقول لك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة السفر فيصلي حتى الفرض ويجاهد. لكن بيقرأ أول الحديث لأنه موافق لهواه، لكن لو قرأ لآخر الحديث فإن كان فرض نزل وصلى على الأرض باقي الحديث. يعني بإجماع العلماء النفل جائز، أن يصلي وهو جالس جهة السفر، لكن الفرض غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فرضا على الدابة، بل بالعكس، يعني الذي وصف الصلاة قال فإذا جاء وقت الفرض نزل وصلى على الأرض. لكن أنت عليك البلاغ، يعني أنت عليك البلاغ. والطيارة، الطيارة بس الطيارة تأخذ حكم السفينة، الطائرة تأخذ حكم السفينة، يعني يصلي فيها جالسا في النافلة، وفي الفرض لابد أن يقوم ويقوم لازم، وفي الفرض يستقبل القبلة، يعني يسأل الطيار ويسأل الطاقم، عارفين هم طبعا ماشيين جهة ايه، فيقول له القبلة ازاي يصلي زي ما يقول له. جالس الفرض ما يجلسش؟ جالسا لا، جالسا حتى ولو جهة القبلة، يعني حتى لو الطيارة رايحة مكة مثلا جدا جهة مكة برضو، يعني لابد يكون من على الكرسي ويصلي في الطرقة أو عند الإيه الكابينة أو ورا. بالنسبة للسيدات ما فيش فرق بين الرجل والمرأة أصلا. ممكن تصلي الرجل تحتيها لازم تصلي قبل الكابينة. لا، حتى لو صلت المرأة وهي جالسة على الكرسي تعيد الصلاة مرة أخرى. لو صلت وهي جالسة محافظة على وقت الصلاة لكن تعيد مرة أخرى. لا، الركوع والسجود ده لا يسقط الا عند العسر. وبعدين في مكان قدام وفي مكان ورا منعزل، فيصلي في المكان المنعزل. ثم صرح ببعض مفهوم دابه وهو السفينه لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله لا إن ركب سفينة فلا يصلي فيها لصوب سفره ولا بالإيمان بل لجهة القبلة بركوع وسجود لتيسر التوجه إلى الكعبة، والركوع والسجود فيه بخلاف الدابة. فالقطار زي السفينة زي الطائرة، يصلي في الفرض قيام وركوع وسجود واستقبال، والنافلة يجوز إيه؟ أن يصلي فيها وهو جالس جهة السفر، بس على رأي غير المالكي، على رأي غير الإمام مالك، وحينئذ فيستقبل القبلة عند المالكية ويدور معها السفينة مثلا كانت مكشوفة ويصلي على السطح ومعروف جهة القبلة، فالسفينة انحرفت هو يدور إلى القبلة، يعني السفينة ماشية كده وهو إيه يتدور لغاية ما إيه يثبت على القبلة.
أيوة دار مع أي دار مع دورانها إلى جهة القبلة إذا دارت لغير القبلة. قال إن أمكن الدوران معها فإن لم يمكن الدوران معها للضيق ونحوه صلى حيث توجهت به، يعني يسقط الاستقبال بس. يعني لو واحد مثلا بيصلي لكن لو دارت القبلة، لو دارت السفينة إلى غير القبلة ما يعرفش يدور هو لضيق المكان، يبقى يكمل على الحالة التي هو عليها، لأن إذا تعذر الأمر إيه؟ سقط. قال ولا فرق في هذا بين نفل وفرض. فالإمام مالك يمنع يعني الصلاة جالسة بجهة السفر في بالنسبة للقطار والسيارة والطائرة، لكن غير المالكية بيجوزون الصلاة جالسة في الإيه؟ في القطار والطائرة والسيارة النوافل. قال لا فرض وإن مستقبلا إلا لالتحام أو خوف سبع فلها إن أمكن، وإن أمن أعاد الخائف الوقت. الفرض طبعا لا يجوز على ظهر الدابة، وده طبعا باتفاق أهل العلم، أي ولا يصح فرض على ظهر دابة وإن مستقبلا للقبلة إلا في فروع أربعة أشار إلى أولها. يعني متى يسقط الاستقبال، استقبال القبلة؟ قال إلا لالتحام في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز لا يمكن عن الدابة، فيصلي الفرض على ظهر الدابة إيماء إلى القبلة إن أمكن، وإلا يسقط إذا تعذر الاستقبال. اسمها صلاة الالتحام، صلاة الالتحام مع العدو، ولا يمكن النزول من فوق الدابة. دلوقتي لا يمكن النزول مثلا من الطائرة، ولا يمكن النزول وهو في القتال في الدبابة، فيصلي وهو يقاتل، ولا يشترط الايه؟ الاستقبال. اسمع صلاة الامتحان وصلاة الخوف، يفرق بين صلاة الخوف وصلاة الامتحان. سيدنا عبد الله بن عمر طبعا قال في صلاة الامتحان دي، قال فإن كان خوف أشد، يعني أشد من الخوف المعروف اللي هو إيه في الامتحان، قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. إذا صلاة الالتحام من ضمن الصلوات التي تسقط يسقط فيها الاتجاه إلى الكعبة. وإلى ثانيها قول أو خوف منك سبع أو لص نزل عن دابته فلها، أي فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن، وإلا صلى لغيره. إنه وراك الدابة لكن ما يقدرش ينزل علشان فيه خوف من إيه؟ من سبع يأكله، فيصلي الفرض محافظة على الوقت، يصلي على ظهر الدابة حيثما إيه؟ توجهت به. إن أمكن للقبلة ماشي، ما أمكنش يبقى يصلي إلى الجهة التي هو عليها.
وإن أمن أي حصل له الأمن بعد صلاته أعاد الخائف من كسبع وقت دون الملتحم. يعني في صلاة الالتحام ما فيش أعاد، الصلاة صحيحة حتى ولو انتهى القتال في الوقت. لكن الخائف مثلا من السبع أو من اللص وصلى وزال الخوف وبقي الوقت، يبقى يعيد الصلاة مرة أخرى. يعني زي مثلا راكب سيارة وظن أن السيارة مش هتقف قبل الوقت، فهو يصلي في السيارة ثم يعيد بعد ذلك ويصلي محافظة على الوقت ثم يعيد، سواء في الطيارة أو في سيارة. يعني ما دام أمكن يصلي وهو جالس يصلي، لكن إذا أمكن أن يصلي وهو واقف يبقى يجب عليه. والمسألة الثالثة قال: وإلا راكبا لخط خاض، أي فيه لا يطيق النزول به، يعني فيه تيل كثير مش ممكن السجود فيه، يبقى يصلي الفرض على الدابة، يعني حتى لو نزل مش هيقدر يسجد فين؟ في الطين والوحل. لا يطيق النزول فيه وخاف خروج الوقت الاختياري فأولى الضروري، فيصلي الفرض على الدابة بالإيماء للركوع والسجود. قال: فإن لم يخف خروجه أخر لآخر الوقت الاختياري. وأشار للمسألة الرابعة قال: وإلا لمرض بالراكب لا يطيق النزول معه. يعني لو نزل ما يقدرش يركب تاني، يبقى يصلي وهو راكب. زي اللي عنده دوار ما يقدرش من ضمن راكب سفينه او سياره او طياره ما يقدرش يقف، يحصل دوار ويقع، يبقى ده يجوز له ايه؟ ان يصلي. ايه اللي رخص له انه يصلي جالس؟ المرض. فيجوز له ان يؤديها على دابته ايمانا للقبلة بعد ان توقف به. فإذا كان يؤديها بالأرض بأكمل منا على ظهر الدابة وجب تأديتها بالأرض، لكن بشرط أنه يمكن النزول ويلاقي اللي يركب عليها. لكن لو ما أمكنش يبقى يصلي على ظهر الدابة. كل ده داخل تحت إيه؟ مسألة أو قاعدة إذا تعذر الأمر سقط. بس ما أنا بقول إيه؟ استقبال القبلة واجب مع الأمن والذكر والقدرة، كل ده فاقد القدرة على استقبال القبلة في المسائل الأربعة. ولذلك مثلا السيارات اللي بتقف في الصحراء في الاستراحات، او القطار مثلا بيقف في المحطات الكبيره 10 دقائق، هذا ممكن يؤخر الصلاه الى اخر الوقت او وسط الوقت، وينزل يصلي ويفرش مصلاه ويستقبل القبله ويصلي ركعتين طبعا في 3 دقائق او 4 دقائق. القطار بيقف في المحافظات الكبيرة 10 دقائق، ثم ينزل يصلي وعلى الأرض بالركوع والسجود يستقبل. ده اللي هو ما يستطيعش إنه
انه يصلي داخل القطار وهو ساكت. ولذلك القران قال فاتقوا الله ما استطعتم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يعني زي الانسان بيبذل وسعه في اي شيء دنيوي كذلك في العبادات، ما يركنش على اقل ايه؟ على اقل شيء. ولذلك نقف عند فرائض الصلاة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، أولئك الذين هداهم الله ولا يضلون.